بالظبط كده تمام. فاذا الناس كان في رجاله للاسف نفسها تروح نايمه في بيوتها، بتخاف تقول اسم صفوت او احمد عز في على لسانها تمام. فانا قلت الكلام ده ما خافش الا من ربنا سبحانه وتعالى. لكن تعالى بقى نشوف بقى الاخوه بتوع تيار الاستقلال. بص يا فندم، انا حقق معايا اتنين على فكره، الـ 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 الاشاره معلمه 4 مليون اشاره في جنوب اوروبا. طب الحمد لله، يعني فوق الرقم اللي انا قلته 56 مليون على نطاق الوطن العربي، في 4 مليون في جنوب اوروبا. تمام. يعني عملت 60 مليون، يعني تقريبا دي اول قناه تعمل 60 مليون اشاره في تاريخ الاعلام العربي. الحمد لله الحمد لله. نرجع بقى لقناه الاستقلال. انا هقول لكم كلام دلوقتي، قدامكم حل من الاثنين، يا تعملوا جمعيه عموميه تحاسبوا اللي عمل ده، يا تعملوا بلاغ ضدي للنائب العام ان انا كاذب. اختاروا حاجه من الاثنين. احنا مش جايين نهزر، مظبوط، جايين كلام في الهوا.